احنا دابا في على مقربة من غفزاي، من مدينة غفزاي ولا فيلاج غفزاي. هي الطريق الدخلة من ورزاك، يعني ملي كنجي من ورزاك كنلقى هاد الدخلة. الطريق هنا صلحوها مزيان وكبروها، هذه معصارة الزيتون. اليوم الحد، يعني كاين السوق غفسي، السوق ديال غفسي الحد. حنا بدينا كنشوف الفيلاج ديال غفسي، وصلنا للغفسي. دي طلع الفوق، احنا دابا في الزريقة. دي الزريقة هذا يعني غفسي لتحت، فوق كتطلع عليها الليم. هذه غفسي وكل شيء موجود في غفسي. السوق الأسبوعي، كاين سوق أسبوعي الحد ديال غفسي، سوق اللي هو زوين وكبير وفيه كلشي، والفيلاج خلاص فيه كلشي. الحروب كتبع معرفنا شحال داير. ندخلنا غير شهر خرا.
السوق راه القياطن وداك الشيء تما كاين السوق، انا راه حال السير ما كاين شيء، حدي راسك وصافي. هادي هي غفسيوة، نحن في غفسيوة، إلى اللقاء. دخلوا للسحم دابا. طالي ولي من وليس وإلى اللقاء. أرجع ندروش دورة في السوق.